السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثاني ثانوي الدارسين لمقرر حي 217. أهدافنا لدرس اليوم إن شاء الله راح نتطرق إلى مفهومين مهمين، اللي هو راح نقارن ما بين خصائص النباتات عن الطحالب الخضراء اللي درسناها في الفصل السابق. راح ناخذ التصور العام للنباتات الوعائية. نتذكر شوية بهذه الصور. احنا درسنا في البداية عن مخلوقات حية مجهرية من الطلعيات شبيهة بالحيوان، اللي مثل عندنا حيوان البراميسيوم، ودرسنا بعدها الأميبا، ونتذكر مع بعض ان هذه الأميبا عبارة عن خلية وحيدة الخلية بها امتدادات نتيجة فعل السيتوبلازم تسمى بالأقدام الكاذبة. وبعدها تطرقنا إلى الطلعيات الشبيهة بالنبات ومثل عليها طحلب الكرالين اللي ساهم بتكوين الشعب المرجانية، ومعروف عندنا بمملكة البحرين الشعب المرجانية بها جمال مميز. وأيضا بعدها تطرقنا إلى جزئية الفطريات، وهذه الصورة تمثل فطريات الدعامية اللي هي فطر المشروم. نتذكر مع بعض شوية علم التصنيف اللي درسناه في حي 102 الأول الثانوي. درسنا مجموعة من الممالك: البكتيريا البدائية، مملكة البكتيريا الحقيقية. في مقررنا للصف الثاني ثانوي درسنا الطلعيات بكل أنواعها، طلعيات شبيهة بالحيوان والنبات والفطر. وبعدها تطرقنا إلى مملكة الفطريات. اليوم وفي هذه الجزئيات راح نركز على النباتات. احنا نعرف ان النباتات مخلوقات حية حقيقية النواة، جدارها مكون من سليلوز وتكون عديدة الخلايا، ونمط تغذيتها ذاتية التغذية اي تقوم بعملية صنع الغذاء بعملية البناء الضوئي. البحرين بلد المليون نخلة، وفي البحرين نعرف ان عندنا شجرة الحياة. علماء النبات وصفوا النباتات بغض النظر عن نوعها ان هي مخلوقات حية حقيقية النواة، عديدة الخلايا، لها انسجة. واحنا نعرف من حي 211 الانسجة هي عبارة عن مجموعة من الخلايا لها وظيفة معينة. النبات ايضا له اعضاء متخصصة في التركيب والوظيفة، وراح نعرف شنو يعني اعضاء متخصصة بالتركيب والوظيفة. نلاحظ مع بعض تركيب الخلية النباتية. احنا عرفنا الخلية النباتية عندها تركيب الجدار، ونميز الجدار ان هذه عندها الجدار، والجدار مكون من السليلوز وسكريات معقدة. بعد السليلوز عندنا طبقة الغشاء البلازمي، داخلها مكونات الخلية. وأهم مكون يميز الخلايا النباتية هو احتوائها على عضية البلاستيدات، وهذه البلاستيدة تحتوي على صبغة اليخضور لتحقق البناء الضوئي. لاحظ أن الخلية النباتية عندها نواة، ونواة محاطة بأغشية محددة ولها عضيات، فلذلك تم تصنيف الخلايا النباتية أنها حقيقية النواة. نركز شوية على الصورة الثانية. لاحظ التصميم المميز والرباني للخلايا النباتية. لاحظ انها شلون مصطفى بشكل معين ولها شكل ثابت لان جدارها مكون من السليلوز. لاحظ شكل الخلية، عندنا تراكيب دائرية الشكل كما انا قاعد احدد لكم. هذه العضيات اسمها البلاستيدة، تحتوي على صبغة الكلوروفيل اللي تميزها وتعطيها صفة اللون الاخضر. نشوف أعضاء النباتات. النبات لها تركيب خاصة، وكل تركيب له وظيفة معينة. مثال نشوف جذور النباتات. الجذور هذه تهيئ أو تساعد النبات على أنها تمتص الماء، زائدا امتصاص المعادن الموجودة في سطح الأرض، بالإضافة أنها تثبت النبات. أيضا النبات له ساق وله أوراق، والنباتات تتكون تراكيب تكاثرية مثلا في النباتات الزهرية اللي هي الزهرة. نلاحظ الصورتين. النباتات ضرورية لبقائنا، يعني لو شوي نعيد إلى الشريحة ونشوف أن ضرورية البقاء. النباتات تقوم بعملية البناء الضوئي كما احنا نعرفه.
لو نتذكر مع بعض هذه الصورة تمثل الطحالب أو طلعيات شبيهة بالنبات اللي هو الفولفكس. الفولفكس كانت طحالب خضراء تعيش بشكل مستعمرات، لكن ما هي الصفات المرتبطة أو المشتركة ما بين النبات وما بين الطحالب؟ هذه النقاط راح نلخصها بمجموعة من النقاط. نشوف النقطة الأولى، جدارها مكون من السليلوز. إذا الطحالب بغض النظر عن نوع الطحالب، نقول الطلعيات شبيهة بالنبات، والنباتات المملكة النباتية جدارها مكون من مادة السليلوز. لما هذه الخلايا تبي تتضاعف وتنقسم راح تكون صفيحة خلوية. احنا نعرف ان نلاحظ ان هذا الشكل مثلا خلية نباتية، خلية نباتية راح تتضاعف، يعني تتضاعف المادة الوراثية. الحين لما تتضاعف الخلية بتصير خليتين، تتكون طبقة في الوسط هي تمثل بجزئية الصفيحة الخلوية أو الطبقة الوسطى. النباتات لما بتقوم بعملية البناء الضوئي، وإحنا درسنا من قبل معادلة البناء الضوئي، إن النبات يسحب ثاني أكسيد الكربون من الجو و يأخذ الماء بالإضافة إلى الطاقة ليكون السكر ويطلق الأكسجين. لما نقول طاقة معناته النبات راح يعتمد على وجود الطاقة، طاقة الشمس. زين شلون النبات راح يمتص طاقة الشمس؟ هو راح يستعين بالكلوروفيل الصبغة اللي راح تمتص طاقة الشمس وتتحقق عملية البناء الضوئي في صنع السكر، وهو سكر الجلوكوز. النقطة الثالثة الرابعة تقول ان جيناتها متشابهة لبناء الـ RNA الريبوسومي. زين شنو هو الـ RNA الريبوسومي؟ احنا نعرف ان المادة الوراثية عندنا نوعين، نوع الاول اسمه الـ DNA والنوع الثاني الـ RNA. طيب الـ RNA له ثلاثة انواع، ونرح ندخل في تفاصيلها ان شاء الله للسنة الجاية الله يحيينا. الـ RNA في منه نوع اسمه الـ mRNA اللي هو الرسول، وعندنا تي ار ان اي اللي هو الناقل، وفي نوع اسمه الار ار ان اي اللي هو الريبوسومي. ففي هذا النقطه نجد ان الار ان اي او الجين المكون للار ان اي الريبوسومي في النبات مشابه الى الطحالب. لما تقوم بعمليه البناء الضوئي، ناتج العمليه هو بناء السكر، وهو سكر الجلوكوز. لكن النبات لا يخزن صورة السكر بصورة الجلوكوز، وإنما يخزنه في صورة نشويات، وهي عبارة عن سكريات معقدة. النباتات والطحالب لديها حوصلة خلوية، والحوصلة الخلوية تستعين بمجموعة من الإنزيمات. نجد أن الإنزيمات الموجودة في كلا الخليتان هما نفس الإنزيمات. تقسيم المملكة النباتية، النباتات تتقسم إلى قسمين أساسيين. أحدهم نباتات تفتقد إلى وجود الأوعية الناقلة، فنسميها نباتات لاوعائية أو عديمة الأوعية. وممكن تكون نباتات تمتلك أوعية، فنسميها نباتات وعائية. النباتات اللاوعائية مثل عليها الحزازيات. نباتات الوعائية ممكن تنتج بذور، فنسميها نباتات بذرية، وممكن تفتقد إلى إنتاج البذور، فنسميها عديمة البذور. نباتات بذرية ممكن البذرة مغطية، فنسميها كاسيات البذور، كما في نباتات الزهرية، وممكن تكون غير مغطاة، فنسميها عاريات البذور. مثال على نباتات عديمة البذور اللي هي السرخسيات. التفاصيل للنباتات الوعائية راح نغطيها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. شكرا على حسن استماعكم.